الجنرال محمود الجوهري صانع التاريخ. جوهري يحمله لاعبوه الأجبال على الأكتاف. من حلم العبور حتى محطة المونديال. وصلنا بحمد الله في كرة القدم إلى العالمية. بالرغم من أن جماهير كرة القدم المصرية عرفت الجنرال محمود نصير يوسف الجوهري المعروف بمحمود الجوهري بإنجازاته كمدرب، إلا أن الكثيرين لا يعرفون أنه كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 التي نحتفل هذه الأيام بذكرى مرور 48 عاما على تحقيق النصر فيها على العدو الصهيوني. فبعد أن أنهت الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عام 1965 مسيرة الجوهري مبكرا كلاعب بعد 10 سنوات فقط من بدايتها، حقق خلالها 8 بطولات بواقع 6 ألقاب للدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر. انشغل نجم الأهلي الأسبق بعمله في القوات المسلحة حيث درس العلوم العسكرية التي زرعت فيه روح الانتماء والالتزام وأخلص للوطن حتى أصبح ضابطا برتبة مقدم، وخرج من الخدمة عام 1976 وهو برتبة عميد في سلاح الإشارة. مسيرته الدولية كانت مليئة بالأرقام التاريخية، حيث حصل مع المنتخب الوطني على كأس الأمم الإفريقية عام 1959 وتوج هدافا للبطولة برصيد 3 أهداف سجلها كلها في مرمى إثيوبيا في مباراة واحدة هاتريك، كما أنه الوحيد الذي حقق لقب البطولة كلاعب ومدرب بعدما قاد الفراعنة للقب البطولة في بوركينا فاسو عام 98. جوهري حياته كلاعب في صفوف النادي الأهلي منذ عام 1955 وساهم في تحقيق البطولات للقلعة الحمراء والمنتخب الوطني. ربما أثرت فترة مشاركة محمود الجوهري في حرب العبور ودخوله مدرسة العسكرية المصرية في شخصيته وسلوكه كمدرب، فكان يخطط ويعد لكل صغيرة وكبيرة قبل مواجهة خصومه ويشحن لاعبيه ويحفزهم ليعبر بهم ويسعد الجماهير المصرية التي وثقت به وهدفت باسمه في الشوارع والميادين. خلفيته العسكرية الصارمة وملامحه الجادة بجانب انفعالاته كضابط بالجيش المصري زادت من أسهمه في التعامل النفسي مع اللاعبين، جعلته منضبطا في عمله بشكل يصفه الكثيرون بالهستيري، فكان حاد الذكاء ويدخن بشراهة ويعمل لساعات طويلة دون تعب. وعلى حد تعبير من عملوا معه مثل علاء نبيل مدرب المنتخب الوطني السابق وفكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب سابقا، أنه كان يعتبر المباريات مثل المعارك، لذا وجب التخطيط وحساب كل شيء، وبهذا كان غالبا ما ينجح، ولولا أنها مستديرة لكان الأمر مستديما. بالفعل نجح جنرال الكرة المصرية في تقديم لاعبين يحملون قلبه ليحقق ما لم يحققه مدرب قبله، ويعبر بالمنتخب الوطني لمونديال 90 في إيطاليا. ولا يستطيع أي مصري عاصر يوم 17 من نوفمبر عام 1989 حيث استطاع المنتخب الوطني التأهل لنهائيات مونديال 90 بإيطاليا بعد فوزه على الجزائر بهدف حسام حسن في لقاء تاريخي باستاد القاهرة. لا يستطيع أن يغفل صاحب العرس وصانع البهجة وصانع فرحة المصريين جنرال الكرة المصرية الراحل محمود الجوهري الخالد في ذاكرة التاريخ وقلوب المصريين، والذي قاد منتخب الفراعنة لتحقيق حلم المونديال بعد غياب 56 عاما. بعد صراع قصير مع المرض استمر 3 أيام، تعرض الجنرال محمود الجوهري لجلطة دماغية أدت إلى نزيف حاد بالمخ يوم الخميس الموافق 30 من أغسطس عام 2012.
لينقل على إثر ذلك إلى إحدى المستشفيات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، حيث أعلن الأطباء عن وفاته إكلينيكية. وفي صباح يوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر عام 2012 توفي محمود الجوهري عن عمر يناهز 74 عاما، وأقيمت له جنازة عسكرية في الأردن شارك فيها الأمير علي بن الحسين، ونقل إلى القاهرة في طائرة عسكرية وأقيمت له جنازة عسكرية مهيبة تقديرا له.